في ظل أجواء شفناها الفترة الأخيرة نقد لأداء المنتخب المصري، وهذا النقد لم يكن على المستوى المطلوب من البعض، وده اللي أدى النهاردة اللي شفنا فيها تصريحات محمد صلاح في المؤتمر الصحفي وتصريحه القوي جدا، واللي قال إن دماء مصر بتجري في عروقي وكلنا هدفنا واحد، هدف التركيز لتحقيق البطولة، هنسيب كل حاجة هننساها وعايزين الكل يقف جنب لاعبي المنتخب المصري ويشجعوا لاعبي المنتخب المصري عشان نحقق البطولة. أكيد طبعا يا أسامة، زي ما أنت قلت كده، ونجمنا محمد صلاح النهاردة ذكر في المؤتمر الصحفي هي مرحلة دعم، يعني المنتخب مش محتاج غير دعم الجماهير والمحللين. أنا شايف الجماهير ما بتأثرش، متواجد على طول رحلات للكاميرون بتحضر المباريات، لكن طبعا هو انتقاد نجمنا محمد صلاح النهاردة للتحليل أو المحللين في الاستوديوهات التحليلية إن هم بينتقدوا، كمان مش بينتقدوا منتخب كمنتخب، لا، هي انتقادات بتوجه للعيبة معينة. أنت بتتكلم مثلا يقول لك محمد النني، بتتكلم على لعيب يقول لك عمر كمال عبد الواحد، بتتكلم على لعيب بعينه. ده اللي محمد صلاح ركز عليه النهارده في المؤتمر الصحفي في الكاميرون، قال لك انتوا يا جماعه ما تتكلموش على لعيب بعينه، عايزين تتكلموا اتكلموا على منتخب مصر، اتكلموا على مجموعه. لكن انا شايف برضو ان ما ينفعش ان انت دلوقتي في مرحله ما ينفعش ان انت تطلع تنتقد وتقول لا ولازم ونعمل، لا، اصبر لحد ما المنتخب يعدي المرحله الصعبه دي، خاصه ان انت طريقك مش سهل، انت بتلعب طلعت من المجموعه، بتلعب كوتيفوار، لو ان شاء الله باذن الله يا ربنا قدرنا نعدي، عندك المغرب، بعد كده عندك الكاميرون، فانت المرحله طريقك صعب مش طريق سهل. هو الطريق محتاج دعم، محتاج ان انت تدي ثقه للعيبه دي، تقول لهم ان انتوا قد المسؤوليه. لكن انت بتشوف بمجرد ان انت خلاص هتلعب الكوتيفوار احباط، وصدرنا الاحباط للعيبه، ولا ما نقدرش، والقصه والحكايه، يعني مش ده اللي انت محتاجه، مش ده اللي اللعيبه محتاجه. انا كنت في الكاميرون، الناس هناك مشجعين الكاميرونيين والجنسيات التانية بيقولك منتخب مصر بوجود محمد صلاح، بوجود الكوكبة دي من اللعيبة، بوجود اسم كبير بيقوده فنيا زي كارلوس كيروش، الناس بتقولك منتخب مصر من المنتخبات المرشحة، فانت ليه مش موجود هنا الكلام ده؟ يعني ليه الدعم ده مش موجود من المحللين؟ خاصة ان المحللين دول بيبقوا نجوم كرة كبار، لما تبقى نجم كرة كبير بتبقى انت عارف اكتر واحد لعيب الكرة ده بيبقى محتاج دعم، فانت المفروض ان ده اللي نشوفه. ان شاء الله احنا عايزين نتجاوز ده، نركز الساعات الجاية دي في دعم المنتخب، لازم نوصل للعيبة دي رسالة ان انتوا قدها، ان انتوا تقدروا. منتخب كوتيفوار مش المنتخب المرعب، يعني انا الماتشات لو اتفرجنا الجولة الاولى والجولة التانية منتخب كوتيفوار كان منتخب عادي جدا، سوء مستوى منتخب الجزائر في المرحلة الثالثة هو اللي خلى منتخب كوتيفوار يظهر بالصورة دي، لان منتخب كوتيفوار منتخب الجزائر كان مستسلم تماما. فانت تقدر، عندك ماتش مهم بكرة، لو ان شاء الله قدرت تعديه عندك مواجهه بعدها مواجهه منتخب المغرب، فانت ان شاء الله لو خدتها مرحله مرحله انا متوقع ان شاء الله تقدر توصل لابعد مرحله. انا عارف انك قريب من اللاعبين بشكل كبير، وكان وجودك في الكاميرون اكيد تواصلت مع بعض اللاعبين عن طبعا طريق الرسائل وعن طريق الواتساب، هنتكلم على الجزئيه دي، ولكن يعني تدعيما لكلامك في ان منتخب كوت ديفوار مش المنتخب المرعب، احنا شفنا امبارح المنتخب الكاميروني وفوز صعب جدا على منتخب جزر القمر اللي بنوجه له الف تحيه من كل طبعا محبي كرة القدم قبل ما نكون مشجعين لمنتخب عربي على الأداء الهائل اللي شفناه لمنتخب جزر القمر بكل الكواليس وكل الظروف الصعبة اللي تعرض ليها، وبرغم كده تجاوز منتخب الكاميرون بصعوبة جزر القمر، قبليها مفاجأة جامبيا وفوزه على المنتخب الغيني، النهارده منتخب راس الأخضر بتسعة لاعبين وطرد مرتين وظروف صعبة، طرد الحارس المرمى الأساسي وبيقف حارس مرمى احتياطي، وبرغم كده السنغال بتتجاوز بصعوبة. يعني اللي عايزين يقولوا ان المنتخبات اللي هي اساميها رنانه ومرعبه وقويه مش شايفينها بالشكل ده في البطوله. بص، البطوله دي مختلفه شويه، يعني انت لو رجعنا البطوله اللي فاتت كتنظيم في مصر كنت بتشوف منتخبات تقول لا المنتخبات ده هتوصل لبعيد، يعني كنا بنرشح الجزائر، بنرشح مصر طبعا الدوله المستضيفه، بترشح السنغال، يعني تقدر تقول المرشح الاول للبطوله، هي بطوله مليانه مفاجات شويه.